كل مجهول التوبة يا بويا ترميني المجادير يا عين. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم، اتمنى انكم شديتوا حيلكم في الكوردات بتاعت وانا كل ما اقول التوبه. هنعمل دلوقتي السولو بتاعها. هاجي عند، لو تاخد بالك في عندك على الجيتار من فوق هتلاقي نقطتين، نقطه عند الله ونقطه عند السي، نقطه عند الاي ونقطه عند البي. عند النقطه بتاعت البي ديت كانك ماسكها باريكورد، صباع الوسطاني هفضل واقف هنا ماسك هنا على النغمة اللي هي دي شارب، دي، وعلى واحد على نغمة اف شارب، واحد برضو على البي، على البي وعلى البي وعلى الاي تاني. اتنين تلاتة اتنين، اتنين تلاتة، اتنين تلاتة اتنين تلاتة، واحد على الوتر البي، اتنين بعديها على طول، وارجع تاني على واحد على الوتر التاني، وبعدين انزل خانة تحت، وبالصباع الرابع على النغمة الله على الوتر التاني اللي هو قبل النغمة 12. طيب اصحى معايا بقى عشان الجزء اللي جاي ده هيحتاج سرعة شوية. انت بتنزل سلم بالظبط من هنا او بتطلع سلم من النغمة ديت، من مي لف اف شارب سول لا سي تاني، في ناس ممكن تعملها تبادل، بتبدل الصباعين دول عليها، وممكن تعملها هامرون. هامرون يعني هناخد التكنيك ده بعدين، اللي هو مطرقة، هي بالظبط هي ضربة واحدة بس على الوتر التاني، وبعدين صباع التاني على الجي هنا على الوتر التاني والوتر التالت، تلاتة على النغمة اللي هي مي، وبعدين هنا الدو على الوتر التحتاني خالص اللي هو الوتر الاول، وبعدين برجع تاني على البي، وبعدين ممكن اعملها كده كده، ممكن اعملها بي اوفر طبعا لانها في نفس الوضع هنا، بي اي، بنزل بنفس الصباع الصغير ده على الوتر الاولاني تاني. لو تلاحظ التلاتة هما في وضع طبيعي جدا. وخانة جنبها على طول دو دييز دو، وبعدين على النغمة ال 12 اللي هما النوتين فوق بعض مي سي. طب مين يقول لي اسامي النوت اللي على الوتر ال 12؟ اسامي النوت على الوتر ال 12 هي اسامي الوتر المطلق، عندك مي سي سول ري لا مي، لان ده الاكتاف بالظبط. تاني جنبها على طول، وبعدين انزل بقى السلم تاني بعد واحد اتنين، وبعدين اطلع واحد على الوتر السول، اسف الوتر السي اللي هو تاني وتر، ممكن دي تبقى باريه صغيره،
واشوفكم الحلقه الجايه.